السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح الماس جورنال او كراس الرياضيات كي جي 2 الترم الثاني، وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح ليسون 75 او الدرس رقم 75. ان شاء الله النهاردة هنشرح من لسن 76 او درس 76 حتى لسن 80 او درس رقم 80، ونكون خلصنا شابتر 2. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم وكشكول نكتب فيه ونذاكر منه، ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا لسون 76 ولسون 77 مش موجودين في الماس جورنال، بس هما مكتوبين وموجودين في الماس اكتيفيتي في الكلاس روم او في حجرة الفصل طبقا لدليل المعلم. واحنا تعالوا نتعرف دلوقتي المفروض نتعلم فيهم ايه. المفروض يا اصحابي لسون 76 او الدرس رقم 76 بنتعرف فيه على عملية العد من اي رقم ما بين الزيرو والتن up to 10 او حتى رقم 10. فانا هقول لك اي رقم، انا هدي لك اي رقم اي given number، وانت هتعد بعد النمبر ده up to 10 حتى رقم 10. فانا مثلا لو قلت لك number 2 فانت هتقول 3 4 5 6 7 8 9 10. فانت كده عملت count up from a given number up to 10، انت عملت عد تصاعدي من رقم انا اديتهولك given number up to 10. طب انا لو قلت لك number 5 يبقى المفروض انت هتقول 6 7 8 9 10. تمام، ده اول حاجة المفروض نتعرف عليها في lesson 76. والمفروض كمان نتعرف على الارقام اللي بتكون رقم 10 او الارقام اللي احنا نقدر نجمعها على بعض from 1 to 9 علشان نكون رقم 10. فازاي نقدر نكون رقم 10؟ عن طريق جمع رقمين، الرقمين دول من 1 لـ 9 علشان نقدر نكون في الاخر رقم 10. فده طبعا عن طريق ان احنا نستخدم النمبر لاين زي المرة اللي فاتت، ونتعلم نعمل add مرة تانية ونراجع على موضوع الaddition او الجمع from 1 to 10. فتعالوا ناخد بعض الامثلة اصحابي على الجزء ده علشان نعرف ازاي نكون رقم 10 او رقم 10 بان احنا نجمع رقمين على بعض، الرقمين دول from 1 to 9 او من 1 لـ 9. فاول حاجة مثلا لو عندنا number 2 او رقم 2 هنجمع عليه كام علشان نكون number 10؟ هنستخدم النمبر لاين زي ما قلنا المرة اللي فاتت، وهنعد بعد number 2 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى المفروض ان احنا نجمع على number 2 8 علشان نقدر نكون number 10. طب تعالوا نشوف number 7 كده يا اصحابي، مفروض نجمع عليه كام علشان نكون نمبر 10؟ ادي نمبر 7 على النمبر لاين، يبقى هنعد بعد منه 1 2 3. يبقى المفروض هنجمع على ال 7 كام يا اصحابي علشان نكون نمبر 10؟ شاطرين، 3. يبقى هنكتب 3. طب نمبر 8 المفروض نجمع على ال 8 كام علشان نكون نمبر 10؟ 1 2. يبقى المفروض هنجمع على ال 8 2 علشان نكون نمبر 10. شاطرين. طب مين الشاطر اللي هيحل المثال ده معايا؟ المفروض نجمع كام على نمبر 3 علشان نكون نمبر 10؟ يلا انا مستنيكم تحلوها. شاطرين كلكم يا حبايبي. هنعد من بعد نمبر 3 هنقول 1 2 3 4 5 6 7. يبقى هيبقى المفروض نجمع على 3 7 علشان نكون نمبر 10. شاطرين كلكم. طب ال 1 المفروض نجمع عليه كام علشان نكون نمبر 10؟ تعالوا نعد مع بعض على النمبر لاين 1 2 3 4
5 6 7 8 9. يبقى المفروض هنجمع على ال 1 9 كمان علشان نكون نمبر 10. طب بالنسبة لنمبر 5 المفروض نجمع عليه كام علشان نكون نمبر 10؟ تعالوا نروح للنمبر لاين ونعد بعد ال 5. 1 2 3 4 5. شاطرين، يبقى نجمع على ال 5 كمان علشان نكون نمبر 10. طب نمبر 4 المفروض نجمع عليه كام علشان نكون نمبر 10؟ مين الشاطر اللي هيحل المثال ده؟ شاطرين كلكم، صح. هنعد بعد ال 4 وهنقول 1 2 3 4 5 6. يبقى انا هنجمع عليها 6 علشان نكون نمبر 10. شاطرين كلكم. طب عندنا نمبر 9، المفروض نجمع على ال 9 كام علشان نكون نمبر 10؟ تعالوا نشوف ال 9، مفيش بعد منها غير واحد بس علشان نكون تاني، يبقى 1. يبقى المفروض نجمع على ال 9 1 كمان علشان نكون نمبر 10. طب اخر حاجة لو عندنا نمبر 6، نجمع عليه كام علشان نكون نمبر 10؟ شاطرين، هنعد بعد ال 6 على ال number line علشان نوصل لل 10. ادي 1 2 3 4. يبقى المفروض هنجمع على ال 6 4 علشان نكون نمبر 10. شاطرين كلكم يا اصحابي. وبكده نكون انهينا lesson 76 ونتنقل لسون 77 او الدرس رقم 77. وهو بيطلب مننا في لسون 77 ان احنا نراجع مع بعض مرة تانية على الـ counting numbers by ones and tens حتى او up to number 50 او رقم 50. فاحنا هنعد مع بعض الارقام مرة تانية from 1 to 50 by ones مرة بالاحد and by tens ومرة بالعشرات. احنا كنا عملنا ده في الدرس اللي فات، نعمله مرة تانية دلوقتي علشان نراجع عليه مرة كمان. فنقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. احنا هنا عدينا from 1 to 50 by ones بالأحد. تعالوا نعد بالعشرات أو by tens. أدي 10، لو زودنا عليها 10 كمان هتبقى 20، نضيف عليها 10 كمان هتبقى 30، نضيف عليها 10 كمان هتبقى 40، نضيف عليها 10 كمان هتبقى 50. يبقى احنا هنا عملنا counting from 1 to 50 by ones and by tens. ونتنقل لليسون 78 أو درس رقم 78، وهو بيراجع معانا عملية الجمع from 1 to 10، ازاي نجمع الارقام على بعضها من 1 لـ10. فتعالوا ناخد بعض الامثلة ازاي نجمع الارقام على بعضها from 1 to 10. عندنا مثال اهو، فتعالوا نحل المثال التالي نشوف احنا نقدر ازاي نجمع رقمين على بعض. الرقمين دول موجودين من 1 لـ10 او from 1 to 10. عندنا مثلا هنا النمبر لاين وعندنا 8 plus 1 يعني 8 زائد 1. فنجمع ال 8 على ال 1 علشان نشوف وعايزين نعرف النتيجة هتبقى كام. فنشوف النمبر لاين، ادي ال 8، لو حطينا على ال 8 1 كمان ادي 1، كمان عليها 1 او عدينا بعد منها رقم كمان هيدينا 9. يبقى 8 plus 1 كام يا أصحابي؟ هيساوي 9، يبقى هنكتب هنا 9. لو عندنا 2 plus 6، عايزين نجمع على ال 2 6. تعالوا نروح للنمبر لاين، ادي ال 2، هنعد بعد منها 6 عشان نوصل للمجموع.
ادي 1 2 3 4 5 6. الله، ده احنا لما نجمع عليها 6 هيبقى هيدينا نمبر 8. يبقى لو جمعنا 6 على نمبر 2 هيدينا 8، يبقى هنكتب هنا نمبر 8. طب تعالوا نشوف لو جمعنا 4 plus 5. 4 plus 5 او 4 زائد 5 هيدينا كام؟ تعالوا نروح على 4، ادي 4 هنجمع عليها 5، يبقى نهد بعد منها 5. ادي 1 2 3 4 5، احنا كده عدينا عليها 5 كمان، جمعنا عليها 5 كمان، يبقى ادينا 9. ادي 9، يبقى 4 plus 5 هيدينا 9، يبقى نكتب هنا 9. شاطرين كلكم. طب لو جمعنا 5 plus 3، لو جمعنا 5 plus 3 تعالوا نروح على 5 ونجمع عليها 3 كمان، ادي 1 2 3. الله، ده هيدينا 8. يبقى المفروض 5 plus 3 هيدينا 8. يبقى انا عرفنا عن طريق النمبر لاين ان احنا لما نجمع عليها 3 كمان هيدينا 8، يبقى نكتب هنا 8. طب لو 1 plus 3، لو هنجمع 1 ونجمع عليه 3 او 3، يبقى نروح عند ال 1، ادي ال 1 نعد بعد منه 3، ادي 1 2 3. الله، ده هيدينا نمبر 4. يبقى نعمل هنا، يبقى عرفنا ان احنا لما نجمع عليه 3 هيدينا 4، يبقى نكتب هنا نمبر 4. وبكده احنا عرفنا ازاي نعمل add او نجمع from 1 to 10، من 1 ل 10 رقمين اصغر من ال 10 بين ال 1 وال بين ال 1 وال 10. واستخدمنا كمان النمبر لاين او خط الاعداد علشان نقدر نتعلم العملية دي. وليسون 79 او الدرس رقم 79، and lesson 80 والدرس رقم 80 بيكلمونا وبيراجعوا معانا العد او count by ones and tens to 50، ان احنا نعد من 1 ل 50 بالونس او بالاحاد وبالتنس او بالعشرات. وبيراجع معانا ازاي نعمل عملية subtraction او عملية الطرح from 1 to 10 عن طريق استخدام النمبر لاين او خط الاعداد. فتعالوا نراجع على عملية الطرح مع بعض، نعرف ازاي نطرح رقمين from 1 to 10 من 1 ل 10 using number line او مستخدمين خط الاعداد. وهنستخدم المثال التالي علشان نعرف نطرح او نعمل subtract from 1 to 10. فادي النمبر لاين بتاعنا او خط الاعداد بتاعنا، وهنا في الصورة احنا عايزين نطرح ال 2 من ال 10، عايزين نعرف هنا هيتبقى كام مع البنوتة الصغيرة اللي في الصورة دي. فلو انا اديت للولد ده 2، المفروض هيتبقى معايا كام من ال 10 هنا يا اصحابي عشان دي البنوتة دي؟ تعالوا نشوف. يبقى نشطب على ال 2 من على النمبر لاين، شطبناه، ادي ال 1 وال 2، نشوف هيتبقى كام. 1 2 3 4 5 6 7 8، المفروض هيبقى 8 معايا بعد ما اشيل ال 2 اللي انا اديتها للولد ده، يبقى هنكتب هنا 8 وهندي البنوتة دي 8. طب تعالوا نروح للصورة التانية. لو اديت للولد ده 4، المفروض هدي البنوتة دي كام؟ تعالوا نشطب على ال 4 اللي هنديهم للولد من على النمبر لاين، ادينا شطبنا على ال 4 اللي هنديهم للولد من على النمبر لاين. ونعد بعد كده نشوف هيتبقى معانا كام. 1 2 3 4 5 6، هيتبقى معانا 6، يبقى هندي البنوتة دي هنا 6. يبقى لما نطرح ال 4 من ال 10، لما نجيب 10 ونقول 10 minus 4 او 10 ناقص 4، المفروض هيتبقى معانا كام يا اصحابي؟ شاطرين، هيتبقى معانا 6، يبقى هنكتب هنا 6. طب تعالوا نشوف الصورة اللي بعد كده. طب لو هندي البنوتة دي 3 او 3، المفروض هندي الولد ده كام من العشرة؟ يبقى تعالوا نشطب على 3 اللي هنديهم للبنوتة دي من على النمبر لاين، ونشوف هيبقى معانا كام. 1 2
3 4 5 6 7. يبقى بقى معانا 7، يبقى المفروض هندي الولد ده 7، يبقى هنكتب هنا 7. يعني لو عملنا 10 - 3 المفروض هيتبقى معانا هنا 7. شاطرين. طب تعالوا نشوف الصورة اللي بعد كده. طب لو هندي الولد ده 8 المفروض هيتبقى معانا كام من التن عشان نديهم البنوتة دي؟ تعالوا نشوف كده، نشطب على الايت كلها نشوف هيبقى معانا كام. هنديهم للبنوتة دي، ادي 1 وادي 2. يبقى المفروض لما ندي الولد ده 8 هيبقى معانا كام نديهم للبنوتة دي يا اصحابي؟ شاطرين، 2. يبقى هنديها 2، يبقى 10 - 8 = 2. شاطرين. طب هنا لو هندي الولد ده 6 المفروض هندي الولد الصغير ده كام؟ المفروض هيبقى معانا كام نديهم للولد الصغير ده؟ يبقى هنشطب على 6 علشان نعرف هيبقى كام من التاني عشان نديهم للولد التاني. نشطب على 6 كده، ادي 1 2 3 4. يبقى 4. يبقى هندي الولد الصغير ده كام؟ شاطرين، 4. طب ولو هندي البنوتة دي 7 من 10 المفروض هيتبقى معانا كام نديهم للبنوتة التانية؟ يبقى نشطب على 7 علشان نعرف هيتبقى معانا كام. فهنعمل كده اهوت وهنعد بعد 7، ادي 1 2 3. هيبقى معانا 3، يبقى 10 - 7 او 10 - 7 = 3 او بيساوي 3. يبقى هندي البنوتة دي 3 زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده عرفنا نراجع ورجعنا وعرفنا كويس قوي ازاي نعمل subtract او عملية الطرح from 1 to 10 من 1 ل 10 using number line او مستخدمين خط الاعداد. وبكده نكون شرحنا lessons from 76 حتى 80 او من 76 حتى 80. تعالوا نروح للماس جورنال ونحل التدريبات الموجودة فيه. ففي الماس جورنال بعد lesson 75 على طول هنلاقي في page 104 او صفحة 104 lesson 78 او درس رقم 78 بيقول لنا visualize يعني تصور. The problem المشكلة المسألة. Draw the story ارسم القصة الخاصة بالproblem أو بالمشكلة أو بالمسألة below بالأسفل. تعالوا نشوف المفروض الستوري بتقول ايه يا أصحابي. الستوري بتقول إن كان مع الفصل 5 كتب عن الحيوانات. There was 5 boxes. كان في 5 كتب عن الحيوانات about animals في الفصل على الرف بتاع الكتب. المفروض ان احنا رحنا الى المكتبة واشترينا كمان 3 كتب، يبقى عندنا 5 boxes واحنا جبنا كمان 3 كتب، اشترينا 3 كتب. فعايزين نتخيل الاول صورة البوكسز او الكتب زي ما احنا شايفين قدامنا وبعدين نجمعهم على بعض. نجمع الفايف على الثري، عايزين نعرف هيكون عندنا كام بوكس يا اصحابي. شاطرين، هنعد بعد الفايف 3 1، يبقى 6 7 8. يبقى المفروض هيكون عندنا 8 boxes او 8 كتب. والمفروض ان انتوا هترسموا في البيج هنا الصورة الخاصة بالboxes دي او بالكتب دي وهتجمعوا الفايف بلس 3. ولازم تستخدموا كمان النمبر لاين علشان يسهل عليكم عملية الحل بتاع المسألة دي. فهنعد بعد الفايف 3 كمان، هنلاقي عندنا 6 7 8، هنلاقي عندنا 8 boxes. فيبقى 5 + 3 = 8 او 5 + 3 بتساوي 8 كتب طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا. وبعد lesson 78 او الدرس رقم 78 موجود lesson 80 وفي مسألة عليه في page 105 او صفحة 105. وهو بيقول لنا هنا
وهو بيقول لنا هنا visualize تصور تصور the problem المشكلة المسألة draw the story problem ارسم قصة المسألة أو المشكلة below بالأسفل. فأنت عندك مسألة المفروض ليها قصة هنرسمها هنا بالأسفل علشان نحلها. فالستوري بتاعت lesson 80 بتقول ايه يا أصحابي؟ الستوري بتاعت 80 بتقول في بنت اسمها لطيفة. البنت دي مامتها اشترت 10 ثمرات من التين، تمام، يعني 10 وحدات من التين، وهي اشترتهم من السوق، مامتها اشترتهم لها من السوق. فممكن تتخيلوا معايا كده شكل 10 ثمرات من التين في عقلكوا. بعد كده مامتها لما اشترت العشر ثمرات دول واختارتهم، اختارت افضل ثمار من التين علشان بنتها الجميلة لطيفة. لطيفة اول ما شافت الثمرات دي كانت منهم ثلاثة، اكلت ثلاث ثمرات من التين، ولانها بتحب التين جدا فاكلت الثلاثة دول. وبعدين عايزين نعرف اتبقى من العشر ثمرات التين دول بعد ما لطيفة كلت التلاتة دول هيتبقى كام ثمرة من ثمرات التين. فاحنا هنا عندنا 10 ثمرات من التين مامت لطيفة اشترتهم، وبعدين لطيفة اكلت منهم تلاتة، عايزين نعرف هيتبقى كام يا اصحابي، اللي هي عملية الطرح ما بين ال 1 لل 10 او ال subtract from 1 to 10. فهنرسم ال number line زي ما احنا شايفين قدامنا، وبعدين هنشيل منه 3 figs او الثلاث ثمرات من التين زي ما احنا اتعلمنا قبل كده، وهنشوف هيتبقى كام معانا لما نوصل علشان نوصل لنمبر 10. هنلاقي عندنا 1 2 3 4 5 6 7، يبقى 10 - 3 او 10 - 3 هي equal 7، يبقى معانا 7 figs او 7 ثمرات من التين. فانا عايزكم هنا يا اصحابي ترسموا 10 ثمرات من التين، وبعدين لما نشيل منهم 3 ثمرات عايزين نعرف هيتبقى معانا كام، فهنلاقيهم 7 فيجز او 7 ثمرات من التين زي ما قلنا من شوية. وبكده نكون حلينا lesson 80 او درس رقم 80، وانهينا معايا كمان chapter 2 او الفصل التاني من الماس جورنال الترم التاني KG2. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاك كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب اللينكس او الروابط بتاعتهم في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.